طيب على الجانب الآخر بقى، في هؤلاء يؤصلون على ما مرجعيتهم في المكفرين، من أخرجوا الصوفية والتصوف من الدين وصفوه بأنه بدعة سيئة، وأن هذا ليس كله من الدين في شيء، وأنه حتى أعلام الصوفية الكبار اللي بيستند عليهم لم يقولوا بالصوفية، وإنما كانوا يتحدثون في أمور روحانية بينهم وبين الله، أو في علم يعني الروحانيات الخاصة بالمؤمن فيما يرتبط به مع الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد مسمى يسمى الصوفية أو التصوف. لا ده كلام جهل، لأنه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه الحلية جاب أكثر من 800 تعريف للتصوف كده بالنص كده التصوف. وابن تيمية مثلا كان حريصا حرصا تاما على الهروب من عقلية الخرافة، دفن في مدافن الصوفية وكان صوفيا. ابن القيم تلميذه شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين للهروي، وهو من كبار أئمة الصوفية والكتاب في الصوفية ومدارج السالكين في الصوفية. لما جمعوا فتاوى ابن تيمية رحمه الله المجلد العاشر والحداشر السلوك والتصوف وهكذا. ف كان الشيخ عبد الحفيظ رحمه الله المكي ألف كتابا لطيفا مطبوع موجود في الأسواق الآن، أقوال أئمة السلفية في السادة الصوفية، وجمع كل ما ذكر عند أولئك الذين قيل أن عندهم انحراف عن الصوفية. الكتاب موجود في الأسواق، ممكن أنهم يشتروه ويقروه. ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتب جاب عبارات كثيرة، وهذا عند السادة المفسرين والفقهاء والسادة الصوفية، وهذا لا ده بيستدل بيهم وأن هذا عندهم وكذا. فده جاي من قلة الاطلاع وقلة التتبع، وأيضا حب النفخ في النار علشان النار تشتعل في الجميع.